بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الآن مع صحيح التمرين حول الحساب المتجهي. ABC مثلث، رسم واحد المثلث ABC. رسمه صغير لأن باش نقدر نرسم في الشكل مزيان. مدلت كما كان، يعني المتساوي الساقين، ولا المهم مدلت كما كان، ما كاينش شروط. ا بي سي مدلت، دونك مدلت كيف ما كان. ا بي سي الوغ انشي او اف بحيث بي او كتساوي جوج ا بي زائد جوج ا سي. بي او خصني نطلق من بي باش نوصل عند او، خصني ندير هاد لي تراجي هادو، دونك هذا هو المعنى. ياك الوغ نطلق من بي، اش غندير؟ زوج ا بي، فين هي ا بي بعدا؟ ا بي هي هادي كتدي منها لهنا، خصني جوج ا بي، دونك غادي نشوف ا بي حدا هنا، دونك غادي ندير زوج ا بي، من هنا حتى لهنا، دونك ها واحد ا بي، زوج ا بي، ودابا شحال درت من ا بي؟ هي ا بي ياك درتها واحد زوج، نتا أقل من بي، دونك هنا واحد ا بي زوج ا بي، دونك غادي وصلت هنا دابا، اش غنزيد عليها؟ زائد جوج أسي، خصني نزيد عليها جوج أسي، فين هي أسي؟ هي هادي، دونك أسي هي هادي، خصني ناخد أسي ندير جوج منها هنا، جوج أسي، ألوغ غنخرج على الشكل، هنا غنحاول ندير مثلث صغر من هذا، باش يجيني الشكل واضح، دونك سي هنا، إذا غنزيد عليها جوج أسي، دونك أسي هي هادي. تقريبا فيها 7 سنتيم، دونك نديرو 14 سنتيم، وخصني نحافظ على التوازينة، 14 إذا غادي تكون هنا، هي غتكون هنا، جوج أبي زائد جوج أسي، دونك هنا غتكون بالنسبة لأف، بالنسبة لأف، خص تكون عندي 5 أف، إلا مغاديش نقدر نرسم أف. عفوا مغاديش نقدر نرسم اف وانا عندي هنا 5 اف، يعني شنو غندير؟ غادي نحسب لي اف، اف شنو تساوي؟ هي 3 على 5 ا بي زائد 2 على 5 ا سي، حنا غنقسم على 5، هاد 5 هادي لهنا غنقسم عليها، ياك باش نقدر نرسم، باش ننطلق من ا ونوصل اف انطلاقا من هاد لي تراجي، غنطلقو من ا، شنو غنديرو؟ 3 على 5 ا بي، فين هي ا بي بعدا؟ هي هادي، خصني نقسم على 5. ا بي على 5 قسمنا، واحد زوج ثلاثة أشوية، ها الجزء الأول، الجزء المهم نتوما غتقسمو بمسطرة، داكشي خص يكون مضبوط، هنا غنديرو بالتقريب، نقسمها على 5، ياك، عندي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، شحال غناخد؟ ثلاثة ديال ا بي على 5، ثلاثة ديال الأجزاء، دونك ثلاثة ديال ا بي على 5 غتوصلني حدا هنا، هادي هي، منين نطلق؟ خصني نطلق من ا، إذا غنوصل هنا، صحيح؟ باش نزيد عليها؟ زوج على 5 أسي، فين هي أسي؟ هي هادي، نقسمها على 5 كذلك، واحد، زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ناخد جوج د الأجزاء هادو، تجيني تقريب، المهم معرفتش بالضبط، كي جوج على 5 تقريبا تجيني هنا، دونك هنا غتكون إف، دونك 5 أف، أولا أف كتساوي أبي. ثلاثة على 5، دونك ثلاثة أبي على 5 هي هادي حتى هنا، ثم زوج على 5 أسي، دونك جوج على 5 أسي هي هادي صحيح أف. السؤال المطروح هو بين أن أ و أو أف، أ و أو أف مستقيمية، دونك هادو خصهم يكونوا في نفس المستقيم، دونك هي، دونك أ و أو أف راهم مستقيمية في الشكل، دونك خصني نبينها حسابيا، بكل بساطة شوف الله يرضى عليكم باش نبين أن أ و أف مستقيمية، خصني نحسب أ أف مثلا كتساوي ألفا أ أو، أولا أ أو كتساوي ألفا أ أف، المهم خصني نحسب شي وحدة من هادو بدلالة الأخرى،
ولا او ا كتساوي شي حاجه او اف الى غير ذلك. انا دونك انا شنو غندير؟ نطلق من شي حاجه بسيطه، نطلق من ا او مثلا. خصني نلقى ا او كتساوي شي حاجه في ا اف مثلا، هذه هي الفكره نتاعي. المهم خصني نلقى علاقه بين جوج متجهات مكونين من هاد ثلاثه النقاط بالضبط، دونك تو سير. ولكن الا ما استعملتش المعطيات راني غنضيع الوقت ديالي، خصني نستعمل المعطيات. عندي ا او ما عنديش ا او هنا، اذا ما غاديش نقدر نستعمل المعطيات. الفكره اللي غنطلق منها هي خصني نجبد من هنا ا اف مزيان. دونك ا او غندخل بي باش نجبد بي باش نستعمل هذا المعطى. ا او غندخل بي، شنو غتولي هي ا بي زائد بي او علاقه شر. علاش بالضبط دخلت بي؟ لان عندي بي او. هيا واضح تفقين؟ دونك تساوي خصني نتخلص من او، خص تبقى لي غير النقاط نتاع الشكل ا و بي و سي صافي. الشكل الاساسي ماشي الشكل الثانوي اللي رسمنا يعني في الاخير. ا بي هي عندي ا بي زائد بي او، شنو هي؟ زوج ا بي زائد جوج ا سي. دابا راني تخلصت من كاع النقاط اللي زايده من او اف، تخلصت منهم مزيان. تساوي ا بي زائد جوج ا بي هي 3 ا بي زائد جوج ا سي. دابا تخلصت ا او حسبتها، خصني نحسب ا اف كذلك بدلاله ا بي و سي ونلقى علاقه. ولكن هنايا هاد السيد اللي عطانات مني راه عطات مني ساهل بزاف. ها انت شوف 3 ا بي زائد جوج ا سي هي شنو هي؟ هي 5 ا اف. وكان عطانا مثلا ا اف كتساوي هادشي، خصني نقلب على العلاقه بين ا اف و ا او مزيان. دونك عطاتنا 5 ا اف. دونك اذا عندنا ا او كتساوي 5 ا اف، اذا ا و او و اف مستقيميه. نرجع لكم نشوف ملي كيقول لك بين ثلاثه نقاط مستقيميه مثلا ام و ان و او، اش كندير؟ خصني نلقى شي علاقه مثلا ام ان كتساوي الفا ام او، هذا عدد حقيقي ياك. كيفاش كندير باش نلقى هذه العلاقه؟ كنحسب ام ان بدلاله النقط اللي عندي في الشكل الاساسي، يعني اما مثلث واما متساوي الاضلاع الاساسي، الشكل الاساسي ا بي سي. ماشي هاد اف و او ولا غير هذوك، هذوك ما كنخصني نحيدهم، الا كانوا عندي خصني نحيدهم. متفقين؟ كنكتب هاد مزيان، كذلك نكتب ام او كذلك. هنا ام اف راه مكتوبه اصلا، متفقين؟ عطاهم مكتوبه واجده، وكنشوف علاقه بيناتهم. صافي شي ما كان، هذه هي الوسيله اللي ناجحه 100% ومستحيل تخطا فيها.